اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده برضه يا جماعه. قبل اي حاجه بشكركم على الدعم المتواصل للقناه، شاكرين والله يا شباب. حلقه بقى كده النهارده معلم باينه من العنوان والصوره المصغره، الاتحاد والفتح في الدوري السعودي والماتش اللي خلص 4-4. مش فاهمها ازاي بصراحه، 8 تجوان في ماتش واحد، وده يعني ما بين الاتحاد متصدر الدوري السعودي والفتح اللي في المركز الثامن. فيعني دي كبيره بصراحه في حق الاتحاد ان هو يلبس 4 تجوان من فرقه في المركز الثامن، فدي بصراحه حاجه قويه جدا، وخصوصا ان مستنيهم ماتش قوي جدا قدام الهلال ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي، وان شاء الله كده معلم نعرف نصورهم بقى. فانا بقى تعالى كده نشوف مع بعض ايه اللي حصل في الماتش ده. بس طبعا بقى قبل ما نخش الفيديو مش تعمل لايك، يعني عايزك كده يا معلم تنزل تكسر لي زر اللايك في السريع. طبعا بقى لو مش عامل اشتراك انزل اعمل اشتراك حالا، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يا معلم، يلا يا عم خلينا نشوف الاتحاد والفتح 4-4. حمد الله، روما، رومارينيو، برونو، هنريكي، يعني يا مراد. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر من اولها. يا لو عجون يا لو عجون يا لو يا غروي يا لو يا غروي عليك، ده انت ما شفتهاش ولا هتشوفها. يخرب بيتك، ده مطلع صاروخ من رجليه، ده في دقيقة 9. ايه ده؟ الجملة حلوة في حد ذاتها. يا لو على الفينش يا جدعان. اوه لبست لبست لبست، هاتها من جوه هاتها من جوه يا جروي. بص لبست لبست لبست، بوم 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 بوم. ما فيهاش يا جروي، هتعمل ايه؟ ليك حق. جول حلو دخل فيك فهتزعل، يعني حاجة جديدة. مش حاجة جديدة يعني. البيشي شنقيتي، روما، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عليك يا رومارينيو. مزيكا يا جدعان، رومارينيو مزيكا بجد. لا 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 لا، جملة حلوة برضه. شايف الشنقيتي والبيشي يا خوفي عليك يا دفاع الهلال، يا خوفي يا خوفي عليك يا دفاع الهلال من رومارينيو وحمد الله وكورنادو. دفاع الهلال ايه ما اقولكش، موت من الضحك والله العظيم. شنقيتي البيشي، يا عيني عليك يا بيشي. بص روما 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 روما، اتخذ القرار ان هو يشوط في المكان ده، يعني يبين لك ان هو لعيب كبير، هو مش لاعب بالعرض. يا عيني عليك يا روما. كورنادو، حمد الله، البيشي، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. بوم 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 بوم. رجع 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 كورنادو، رجع كورنادو يا جدعان يا جدعان، رجع كورنادو، رجع اهو خلاص خلاص خلاص. يا جماعه بجد الاتحاد معاه مدرب عالمي، والله العظيم الاتحاد معاه مدرب عالمي بجد. وخلاص يعني الاتحاد نقول لهم مبروك مبكرا، يعني ان هم خلاص فازوا بالدوري ان شاء الله، يعني بنسبه 90% خلاص كسبوا الدوري. الجمله جميله يا جدعان، بص البيشي البيشي يا جدعان. كورنادو بطاقه حمد الله، بص تحرك البيشي، بص كورنادو، يا عيني عليك يا بيشي. بص الفينش برضه يا جدعان، الفينش الفينش الفينش. يا عيني عليك يا كورنادو، يا عيني يا كورنادو عليك. تحس نفس ستايل برونو فرنانديز بالظبط يا جدعان، والله بالظبط. يخرب بيتك يخرب بيت الدفاع. كريستيانو كويفا لعبها بشكل رائع جدا، هذه الكرة هذه اللعبة هذه الكرات اللي
الله يمسيك بخير يا حجازي، ترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. ايجور يا عيني يا عيني يا كورنادو. البيجي 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 يا جدعان، البيشي وروماريني بيقدموا عظمه في الاتحاد بجد. اتصاطي 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 حمد الله حمد الله موجود يا جدعان بجد بجد، حمد الله موجود يا جدعان. حمد الله لديكم لا خوف عليكم. يا لهوي يعني 3-1 هوبا، تلبس تلبس ثلاث تجوان تاني من الفتح صعبه، يبقى الدفاع فيه مشاكل وفي مشاكل قدام الهلال، فيعني ما اقولكش. يا عيني يا عيني على الارتقاء يا جدعان، يا جدعان ده ما يلعبش في المنتخب، ده ما يلعبش في المنتخب، انت مدربين قطع اقسم بالله ما عندكم فكر، ده ما يلعبش مع منتخب المغرب ليه يا جدعان؟ شو الفينش؟ شو الفينش وتوجيه الدماغ؟ ده مدربين هتشيليني يا جدعان والله العظيم. ويفا يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الدفاع، يا عيني على الدفاع الملط. دفاع ايه يا جدعان؟ شويه مغفلين واقفين يا جدعان، اوف سايد عيب والله. سفيان بن تبكة، بن تبكة الجزائري يا جماعه، عيب محترم يعني. ما بيحتكوا على الحكم ليه؟ ما فيهاش اوف سايد، ما فيهاش اوف سايد، ما فيهاش اوف سايد، ما فيهاش اوف سايد. فاش اوف سايد، كره معها في راس بريكان وامام برونو هنريكي. هذه كره من جانب سفيان بن دبكه. ايه مفيش مدافعين خالص، محدش عارف يقطع قبل بريكان. الامور لم تنتهي، مفيش اوف سايد يا ابني، انت عارف اوف سايد، انت نايم في ميه الليفت. صعب صعب على الفريقين يعني، ما فيهاش هادم شويه عشان الفيديو ما يكونش طويل. حسبها فراس لاعب المنتخب السعودي. خلص الشوط الاول، نشوف الشوط الثاني. يا عيني فيليبي، اندريا اندريا يا ربي. بيتروس يا لعيب يا بيتروس يا لعيب يا بيتروس. اوه اوه يا هوساوي، اه عمر يا هوساوي. يا عيني اوه عد 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 عد، استلم استلم اوه. ايه ده ايه ده؟ فاول ازاي دي؟ فاول ازاي دي؟ من امام ماكسيم كوفال. ايجور كورنادو، فاول ازاي ده؟ كتف ما بين اقدامه. لا تتحدث عن لاعب فنان فنان حقيقي يعني، واحد من اخطر اللاعبين هو هو مراد باتلا، لكن حمدان موقف مراد في بعض المرات. توصى مره ثانيه مراد، يحاول يمر مراد. يا عيني عليك يا مراد. اوب 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 يا غروي يا غروي يا غروي، طالع ازاي يا غروي؟ مراد ضرب الجزاء ضرب الجزاء. اي اي يخرب بيتك يخرب بيتك يا هوساوي، يخرب بيتك يا هوساوي، بتعمل ايه؟ الكره دي فيها ضرب الجزاء على فكره، الكره الفريق فيها ضرب الجزاء فيها شك. مراد يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. سفيان 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 بن دبكة راسية. لا 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 لا، دفاع دفاع ما اقولكش برضه. يا لهوي يا جماعه، دفاع الهلال والاتحاد دفاع بيموت من الضحك، دفاع بيموت من الضحك والله العظيم بجد يعني ما اقولكش.
يا لو على الدفاع يا جدعان التلاتة ماسكين بعض. بص كده خد بالك التلاتة اللي واقفين جنب بعض دول الله اكبر عليهم. نقدم شويه عشان ايه الاعاده كتير هنا. ويفا ويفا يا عيني على الدفاع اللي مش موجود. بس غريبة الفتح بيلعب متوشة قوية برضه يعني. يا لهوي راح مين؟ حمد الله يا عيني حمد الله برونو حمد الله لا 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 على المرتدة يا جدعان. هنريكي روما يا لا 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 خلصها رومارينيو. جماعة رومارينيو غريب بجد رومارينيو غريب. ما تفهمش هو بيلعب في الملعب مهاجم ولا مهاجم تاني ولا ما تفهمش مش باين له ملامح. بس في ثانية بيظهر لك زي خازوق بيجيب لك جول خلاص. الاتحاد قوي جدا بجد. اعتقد الاتحاد تقيل على الهلال يعني. الاتحاد هيكسب الهلال. ما اعتقدش الهلال هيكسب ماتش ده بسهوله. يستحيل او مش مستحيل. ماتش صعب جدا على الهلال. صعب جدا. خصوصا بالدفاع بتاع الهلال ده ما اقولكش. لا اوعى دفاع الهلال يا جدعان. خصوصا الاتحاد بيروحوا عند الجون كلهم هدافين سواء رومارينيو سواء كورنادو سواء حمد الله البيشي. كتير بيجيبوا جوان ما تهزروش. العبود نفس الموضوع مع الدفاع بقى مع البلاهي ومع الكوري ما اقولكش. يخرب بيت الدفاع فراس اعزف ليك حق تعزف بصراحه. مش اوفسايد ايه ما حدش عارف يخش. لا هو على الحق والرزق. يعني جروش الضاع في الاول. شيل يا فليبي شيل. لا هو على الرزق. تقريبا خلص الماتش 4-4 يعني. شكرا لكم يا جماعه. بس معانا كده الحلقه خلصت. فيديو عجبك اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الفيديو الجديد. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.